السلام عليكم دكاترة. هذه المحاضرة الرابعة في مادة خواص مواد. المحاضرة الرابعة بعد النصفي اللي هي عبارة على الدنتل أمالغام. الدنتل أمالغام اللي هو يعتبر مادة من تعتبر من الحشوات اللي هي ريستوريشن، ويعني يعتبر نوع من الحشوات القديمة. هذه صورة للدنتل أمالغام ريستوريشن كلاس 1 وكلاس 2. حنجي على الدنتل أمالغام كتعريف: is a mixture of a special dental alloy with highly pure mercury at room temperature to give a plastic mass which is packed into prepared cavity where it becomes hard. يعني هو عبارة على خليط يتكون أو مزيج يتكون من سبيكة خاصة ونخلطوها، يعني سبيكة من اللي هي معناها عدة معادن بنسب معينة وتكون في صورة باودر، ونخلطوها مع بيور ميركوري يعني زئبق صافي at room temperature في درجة حرارة الغرفة، بحيث أنه هو يعطيني بلاستيك ماس، يعني ماس أو يعني مادة بتكون صلبة نوعا ما، مش صلبة يابسة تماما، لكن اللي هي صلبة أننا نقدر يعني ندير لها handling. And then that packed into prepared cavity where it becomes hard. يعني هذه البلاستيك ماس packed، يعني أننا نحطها في الكافيتي. بعد ما نحطها في الكافيتي مفترض أنه هو يصير لها hardening، يعني تتحول إلى الصورة الصعبة. على مركب كيميائي في الألوي باودر قبل ما نخلط، يعني الألوي باودر متكونة من المركب الكيميائي هذا، ونقولوا له جاما فيس، بين قوسين نقولوا له جاما فيس. يعني في البداية المرحلة الأولى ويتنج، يعني الميركوري بيبل السطح بتاع المركب الكيميائي هذا، بيبلل الباودر. المرحلة الثانية diffusion، يعني يبدأ الميركوري ديفيوز، يبدأ يعني يبدأ يمتزج مع البارتيكلز ويدوبها ويفصلها. يعني جاما فيس بيفصله إلى سيلفر بروحة وتن بروحة، بعدين surface reaction، بعدين يبدأ الميركوري يتفاعل مع السيلفر ويعطيني مكون، ويتفاعل مع التن ويعطيني مكون. بهي يعني يعطيني two intermetallic compound، يعني اثنين مركبات معدنية، وتو نعرفوا شن هما في الشريحة اللي بعدها. حيعطيني two intermetallic compound faces. الكومباوند الأول اللي هو silver mercury compound gamma one face، يعني لما يتفاعل الميركوري مع السيلفر يعطيني silver mercury compound ونقولوا له gamma one face. ولما التن يتفاعل مع الميركوري يعطيني تن ميركوري كومباوند اللي هو جاما 2 فيس. The two faces gamma 1 and gamma 2 are produced rapidly in the liquid mercury. يعني بمجرد ما الميركوري بيمس السطح الباودر بيصير هذا التفاعل بسرعة، وجاما 1 وجاما 2 بيبدو يصير التفاعل الكيميائي وبيبدو يتكونوا. في البداية بكل بيكون بتكون المادة متشبعة بجاما 1 فيس، يعني في البداية جاما 1 فيس هو اللي بيتكون وبتتشبع الماس به، بعدين جاما 2 بيبدأ يتكون، بعدها جاما 2 بيبدأ يتكون. مهم جدا يا دكاترة تضبطوا جاما شن هو، وجاما 1 شن هو، وجاما 2 شن هو. بهي جاما 1 فيس اللي هو عبارة على سيلفر وميركوري participate first followed by gamma 2، يعني بيتكون gamma 1 وبيترسب وبعدين gamma 2 بيبدأ يتكون. As the matrix that surrounds the remaining unreacted particles of gamma phase. يعني في البداية الميركوري بيتفاعل مع جاما فيس، وبعدين بيبدأ جاما 1 يتكون هو الأول، بعدها بيبدأ جاما 2، وفي الأخير بكل بيبدأ المزيج عبارة على جاما 1 وجاما 2، وجزء بيكون من جاما فيس ما تفاعلش مع الميركوري، ما تفاعلش مع الميركوري. The setting reaction is initially rapid, then becomes slower. يعني في البداية التفاعل بيكون سريع،
بعدين بيكون بطيء، بيبدأ سرعة التفاعل تبطأ بشوية بشوية. The completion of the sitting reaction may take days or weeks. يعني باش التفاعل يتم ممكن ياخد أيام، ممكن ياخد أيام، ممكن ياخد 24 ساعة، ممكن ياخد 48 ساعة، وفي بعض الأحيان يقولك أنه هو ياخد حتى أسابيع. Meanwhile, the amalgam mass change rapidly from plastic into hard mass. يعني وبالرغم من أن الأمالغام تحول من صورة البلاستيك إلى صورة سلبة، هذا ما يدلش على أن التفاعل تم، لأن التفاعل مرات يكون مستمر للداخل. بهي يعني السيتنج رياكشن في البداية قلنا يكون سريع، التفاعل ما بين الميركوري والجاما فيس يكون سريع، لكن بعدين بيبطأ، ونهاية التفاعل باش التفاعل يتم يبي ياخد أيام، أو أحياناً في دراسات تقول أنه هو ياخد حتى أسابيع. Meanwhile, amalgam mass changes rapidly from plastic into the hard mass. حتى لو أن الأمالغام تحول من صورة البلاستيك إلى صلبة، مرات يتحول لك في نفس اليوم، لكن هو يبي مرات 48 ساعة باش التفاعل الكيميائي يتم تماماً. لهذا السبب لما احنا نحط حشوة رصاص للمريض نقول له أنه هو يتجنب الأكل عليها 24 ساعة. إذا نعاود أن التفاعل في البداية يكون سريع لكن يبدأ بطيء، وياخذ أحيانا يوم أو يومين، وفي دراسات تقول أنه هو ياخذ حتى أسابيع باش ينتهي. حتى يعني لو أن حشوة الرصاص لقيناها تصلبت، هذا مش دلالة على أن التفاعل الكيميائي تم، لا، التفاعل الكيميائي ما زال مستمر لين تنتهي مادة الميركوري من التفاعل مع الجاما فيس. Strength and corrosion resistance of different faces of SIT low copper amalgam. عرفنا تو low copper amalgam لما تفاعل الالوي باودر مع الميركوري أن في عنا جاما فيس، وفي عنا جاما 1، وفي عنا جاما 2. فبنشوي نشوف كل فيس شنو الخصائص متاعها. جاما فيس is the strongest and the most corrosion resistant face. يعني جاما فيس هو strongest، هو أقوى فيس، وهو أكثر فيس مقاوم لل أو مكون مقاوم لحدوث الصدى. جاما 1 فيس اللي هو عبارة على مركب ما بين السيلفر والميركوري is weaker and less corrosion resistant than gamma face. يعني هو أقل في القوة وأقل في مقاومة الصدى لما نقارنه بالجاما فيس. جاما 2 فيس is the weakest and most corrodible face. يعني أضعف فيس وأكثر فيس يعني يصير فيه corrosion وصدى اللي هو جاما 2 فيس، اللي هو عبارة على مركب متكون ما بين التن والميركوري. إذا نعاود نجي نشوف مقارنة ما بين جاما فيس وجاما 1 وجاما 2 من حيث سترينت ومن حيث مقاومة الصدى. حنجي نلقى أن جاما فيس اللي هو متكون من سيلفر و 10 is the strongest، أقوى فيس وموست كوروجين ريزيستنت، وأكثر فيس مقاوم للصدى. جاما 1 فيس is weaker اللي هو مكون متركب من السيلفر والميركوري، ويكر وليس كوروجين ريزيستنت مقارنة بجاما فيس. يعني ليه لما نقارن بجاما فيس أقل في القوة وأقل في مقاومة الصدى، ولما بنجي نشوف جاما 2 فيس اللي هو متكون من التن والميركوري is the weakest، حنلقى أنه هو أضعف فيس وأسوأ فيس وموست كورودبل فيس، يعني هو أكثر فيس يصير فيه صدى. يعني الضعيف فيهم جاما 2 والسترونج فيهم جاما 1، عفوا جاما فيس باهي، والمتوسط اللي هو جاما 1. يعني لما مثلا بيجي نسألك نقول لك أما أفضل فيس، هتجي تقول لي جاما فيس، ونقول لك أما أسوأ فيس أما أضعف فيس هتقول لي جاما 2 فيس اللي هو متكون من تن وميركوري. As long as mercury is still left in the final mass, it will react slowly with the unreacted gamma phase, resulting in producing more amount of gamma weak gamma 1 and gamma 2 and decrease amount of strong gamma phase. يعني الكلام هذا شو معناه؟ لو أنا كمية الميركوري كبيرة وفوق اللازم، بهي طالما أن في ميركوري حيقعد يتفاعل وحيكون التفاعل الكيميائي مستمر لين يتم مقدار الميركوري. فلو أنني حطيت مقدار ميركوري كبير هلبة حيتفاعل مع الألوي باودر
ويقعد يتفاعل مع الجاما فيس ويكون جاما 1 وجاما 2 ويتفاعل مع الجاما فيس ويكون جاما 1 وجاما 2. بعد فترة حنلقى أن الكونتنت أو المقدار متاع الجاما فيس اللي هو سترونج ينقص وجاما 1 وجاما 2 هما اللي يزيدوا، وبالتالي الفاينل أمالجام بيكون ضعيف. علاش؟ لأنه بيكون متشبع بجاما 1 وجاما 2 ضعاف، وتكون مقدار الجاما فيس اللي هو سترونج بيكون أقل. إذن as long as mercury is still left in the final mass it will react slowly with the unreacted gamma phase resulting in producing more amounts of gamma 1 phase gamma 1 and gamma 2 and decreased amount of strong gamma phase. يعني لو مثلا مقدار الميركوري كبير حيقعد يتفاعل لين يتم مقدار الميركوري، حيقعد يتفاعل مع strong gamma phase وينتج الويك gamma 1 وgamma 2، يعني يبدا زي اللي يستهلك في سترونج جاما فيس باش ينتج اللي هو الجاما 1 وجاما 2 اللي هم يعتبروا ضعاف مقارنة بالجاما فيس. إكزس ميركوري ريزلت إن، يعني لو لما يكون الميركوري زايد وفوق اللازم حيؤدي إلى ديكريس سترينت، يعني نقص في سترينت، ينقص في القوة. increase sitting expansion يزيد في عملية الإكسبانشن متاع السيتنج. increase creep وديكريس كروجن ريزيستنس، يعني يسبب في العيوب هذه كلها. thus minimum amount of mercury that's necessary to produce homogeneous plastic mass should be used or mixed with the amalgam powder. بالتالي نستنتج أننا نستخدم أقل كمية من الميركوري بمجرد ما نتحصل على homogeneous mass نوقف، ما عادش نضيف مقدار من الميركوري، يعني نستخدم أقل كمية من الميركوري باش نتحصل على homogeneous mass. لأن لو أنا حطيت ميركوري يعني حصلت على homogeneous mass وقلت لا والله خلي نزيد الميركوري باش يكون الـ المادة متاعتي pliable actor، يعني لا هيك بيبدأ الميركوري بيتفاعل لغاية ما يتم ويستهلك لي في الجاما فيس وينتج في الويك جاما 1 وجاما 2. نعاودوا أدن زياد الميركوري لما يكون زايد عن الحد يؤدي إلى decrease strength ينقص strength. increase sitting expansion يعني يزيد في التمدد اللي مترافق مع sitting. increase creep وdecrease corrosion resistance يعني ينقص في مقاومة حدوث الصدى. بالتالي يعني نستخدم فقط المقدار المطلوب، يعني اللي هو يعطيني أقل مقدار من الميركوري اللي يعطيني homogeneous plastic mass. هذا شكل اللي هو الالوي باودر، الصورة الأولى اللي هو في البوتلز، والصورة الثانية اللي هي في البري باكت كبسولز وإلا بري بروبورشنالز كبسولز، يعني متواجد في صورتين، يا إما اللي هو باودر في بوتلز وإلا البري بروبورشنالز كبسولز. وهذا الأمالجاميتر اللي هو المادة الجهاز اللي نبدأ نخلطه به في الأمالجام باش نتحصلوا على الهوموجينيوس بلاستيك ماس. طبعا نحطوا الكبسولة غادي ويدير فايبريشن بحيث أنه هو يخلط الباودر مع الميركوري. حنجي على النوع الأول اللي هو عرفناه اللي هو اللو كوبر أمالجام، توا حنجي على الهاي كوبر أمالجام اللي هو الجاما 2 فري أمالجام. يعني ما فيش شيء ما يتكونش فيه الجاما 2 فيس، ما يتكونش فيه الجاما 2 فيس. الهاي كوبر أمالجام اللي هو نسبة الكوبر تكون فيه 6% فما فوق. It contain more copper than low copper أمالجام، يعني نسبة الأمالجام أكثر من 6%. It is gamma 2 free أمالجام، يعني ما تتكونش مرحلة الجاما 2 أو حتى تتكون تخلصوا منها، يعني الفاينل أمالجام مش حيكون فيه جاما 2 فيس. The set amalgam consists of copper 10 compound which is stronger and more resistant to corrosion phase. في النهاية الست amalgam من شن يتكون؟ يتكون من مكون كيميائي ما بين الكوبر وما بين التن. And this is stronger and more resistant to corrosion. يعني phase strong من ناحية strength و resistant to corrosion.
Classification of high copper amalgam, admixed alloy powder وإلا unicompositional alloy powder. Admixed alloy powder وإلا unicompositional alloy powder. حنجي على setting reaction of high copper admixed amalgam اللي هو two-step reaction. The first reaction between gamma phase اللي هو silver tin and mercury yield gamma 1 and gamma 2. يعني في البداية يكون التفاعل وكأنه low copper amalgam alloy. يعني الميركوري بيتفاعل مع gamma phase وينتج لي gamma 1 اللي هو silver mercury وgamma 2 اللي هو tin mercury. بعدين يصير slow reaction between gamma 2 and silver copper compound and this yield gamma 1 and copper tin compound and then gamma 2 is completely eliminated. بعدين بعد ما يتكون لي gamma 1 وgamma 2 هذه المرحلة الأولى أو step الأولى في reaction حيصير بعدين slow reaction تفاعل بطيء ما بين gamma 2 اللي هي tin mercury and the silver copper compound وهذا التفاعل ينتج لي gamma 1 يعني silver حتتفاعل مع الميركوري وتعطيني gamma 1 و copper tin compound which completely وبالتالي gamma 2 is completely eliminated. يعني بيصير تفاعل المرحلة الثانية أو step الثانية في التفاعل أنا يصير تفاعل ما بين gamma 2 اللي هي tin mercury والسيلفر كوبر يعطيني gamma 1 اللي هو silver mercury وكوبر tin compound وبالتالي gamma 2 is completely eliminated. Completely eliminated. Setting reaction of high copper or unicompositional amalgam النوع الثاني من gamma 2 phase اللي هو unicompositional amalgam when mercury and gamma phase when mercury and gamma phase وكوبر وتين كومباوند are mixed together one step reaction will take place resulting in gamma 2 free amalgam. يعني هنا في هذه الحالة بيكون التفاعل يتم في مرحلة واحدة الادميكسد التفاعل يتم على مرحلتين المرحلة الأولى يتكون فيها الجاما 2 المرحلة الثانية يتم التخلص من جاما 2 فيس باهي لكن في اليونيكومبوزيشنال امالجام التفاعل كله يتم في مرحلة واحدة ما بين جاما فيس وكوبر تين كومباوند بيتفاعلوا كلهم مع بعض في مرحلة واحدة وفي النهاية المنتج النهائي حيكون جاما 2 فري ست امالجام يعني ما تتكونش فيه جاما 2 نهائي في الادميكسد تتكون جاما 2 وبعدين في تفاعل ثاني يتم باش نتخلصوا منها في اليونيكومبوزيشنال جاما 2 اساسا ما تتكونش يعني التفاعل يتم في مرحله واحده وجاما 2 فيس نهائي ما يتكونش when mercury and gamma phase copper tin compound are mixed together one step reaction يعني تفاعل واحد بس بيتم وينتج جاما 2 free set amalgam Properties of dental amalgam. خصائص الدنتل أمالجام. أول حاجة اللي هي dimensional changes. The dimensional changes within the first 24 hours of the amalgam placement must fall within the range of plus or minus 20 micrometer per سنتيمتر يعني بتصير في تغيرات في الدايمنشنال تشينجز يعني بعد ما الامالجام يتفاعل ويصير له سيتنج التغيرات في الدايمنشنز في الابعاد بتاعتها بتصير خلال ال 24 ساعه الاولى وبيكون يعني اللي هي حاجه بسيطه بلس ماينس 20 مايكرومتر باهي في الاول دنت الامالجام First, dental amalgam may contract or expand during the setting depending on several factors. يعني ممكن يصير فيه contraction اللي هو انكماش أو expansion اللي هو تمدد وهذا يعتمد على عدة عوامل. بهي. However, the modern amalgam, which are mixed by amalgamator, not manually, have negative dimensional changes, contraction. يعني ومع هذا الأنواع الحديثة من الدنتل أمالجام اللي هي نخلطوا فيها بالجهاز بالأمالجاميتر مش نخلطوا فيها manually بالإيد ما عندهاش يعني have negative dimensional changes يعني يصير فيها contraction ما يصيرش فيها expansion يعني حتى لو يصير فيها changes حتكون contraction مش expansion بهي
نعاودوا اذا الدايمنشنال تشينجز ذا دايمنشنال تشينجز خلال ال 24 ساعه الاولى من الامالجام بليسمنت بتكون في رينج 20 مايكرومتر ناقص زايد، يعني مش هذاك المقدار الكبير. ودنت الامالجام ممكن يصير لها كونتراكشن، مي كونتراكت اور اكسباند، يعني ممكن يصير لها كونتراكشن انكماش او اكسبانشن اللي هو تمدد، وهذا يعتمد على عده عوامل، يعني ما فيش عامل واحد او اثنين هم اللي يتحكموا في الحاجه هذه. هاويفر ومع هذا The modern amalgam يعني الأنواع الحديثة من الأمالجام اللي هي انخلطوا فيها which are mixed mechanically by amalgamator اللي هي انخلطوا فيها بجهاز الأمالجاميتر مش مانولي مش بالإيد مش بالطرق الأولى البدائية have usually negative dimensional changes يعني يصير فيها contraction وحتى الكونتراكشن يكون يعني بنسبة بسيطة مش نسبة كبيرة اللي هي تؤدي إلى الفشل. Effect of excessive expansion. Excessive expansion during sitting lead to protrusion of the amalgam out of the cavity resulting in overhang. يعني لو في قلنا احنا ممكن يتمدد وممكن يعني في عوامل هي اللي تؤدي للتمدد باهي، وهذه بعدين في نهاية المحاضرة تو نعرفوا شن هي العوامل، لأنك أنت لو خدمت صح وخدمت في بيئة جافة ما فيهاش humidity مش حتصير لك dimensional changes، لكن لو صار لك contamination في الخدمة مع water وإلا saliva وإلا أي liquid توقع أن يصير لك expansion، يعني أنت خدمت في ظروف مش مزبوطة اللي هي أدت لي excessive expansion، لكن لو خدمت صح مش حيصير لك excessive expansion. Effect of excessive expansion. Excessive expansion in during sitting lead to protrusion of the amalgam out of the cavity resulting in what we call overhang. يعني التأثير متاع التمدد الزايد، التمدد اللي هو فوق اللازم أو فوق المقبول اللي هو يؤدي إلى protrusion of the amalgam، يعني الأمالجام بدل ما يكون confined with the cavity يعني في الكافيتي محطوط في الكافيتي بس يبدأ يطلع حتى out of the cavity يعني يبدأ يبرز فوق الكافيتي يعني يبرز فوق المجال اللي مفروض يكون عليه وبالتالي result in overhang. Overhang الكلمة اللي بون قوسين معناها اللي هي زيادة، والزيادة هذه مش مزبوطة، يا إما المريض يقول لك العضة متاعتي مش مرتاحة وإلا كان overhang في جهة اللتة بتأدي إلى مشاكل في اللتة. Occlusal overhang وإلا عندك gingival overhang. Occlusal overhang may fracture result in ditch formation and food accumulation and finally recurrent caries. يعني لو صار لي الoverhang من ناحية الocclusal surface، لو صار لي الoverhang من ناحية الocclusal surface شن بيصير؟ يبدأ معناها الأمالجام طالع عن المكان المزبوط باهي، يعني مش العض يعني مش محطوط في المكان اللي مفروض اللي هي حدوده، يبدا طالع عن الحد متاعه، فلما يجي المريض يعض اوكلوزلي يقول لك انا نحس في العضه متاعتي مش مرتاحه وكاني نعض على رشاده. بعد مده مع الكونتينوس ماستيكيشن يعني مع عمليه المضغ المستمره البروز هذا بيتكسر، ولما يتكسر يؤدي إلى اللي هو تراكم الأكل ويؤدي إلى recurrent caries. لو أنني الأوفرهانج صار لي من جهة الجنجيفا، يعني أنا مثلا حاطة أمالجم وحاطاتها كذلك من جهة الجنجيفا وصار لي excessive expansion في جهة هذيك، بيبدأ الأوفرهانج يطلع جهة الجنجيفا وبيضايق الجنجيفا، it result in gingival irritation and inflammation، يعني بدل ما هو يكون محدود في الكافيتي متاعه يبدا طالع عليه الجنجيفا، يبدا زي وكأن حاجه خشنه اللي هي تدير الريتيشن يعني تدير التهاب للجنجيفا وتدير لها تهيج وانفلاميشن. Effect of excessive contraction كذلك ممكن نتيجه اخطاء معينه يصير لنا excessive contraction يعني انكماش شديد، انكماش فوق المقبول. It lead to micro leakage at the interface between the amalgam and tooth structure resulting in sensitivity and recurrent caries. الانكماش اللي هو اللي فوق اللازم يؤدي الى تكون فراغ ما بين سطح السن وما بين الامالجام، والفراغ هذا تتكاثر فيه البكتيريا وتتجمع فيه فضلات الاكل والسلايفا ويؤدي الى recurrent caries يعني تسوس من اول وجديد. نعاودوا اذا الافكت اوف اكسسيف اكسبانشن.
effect of the excessive expansion during the setting, it will lead to protrusion of amalgam out of the cavity resulting in what we call overhang. يعني لما أنا قلت لكم من البداية أنه هو يصير له expansion ويصير له contraction لكن ضمن حدود 20 ميكرومتر يعني نسبة بسيطة. هذا لو أن احنا خدمنا صح وخدمنا في ظروف مضبوطة. لكن في بعض الأحيان أننا خدمت بطريقة مش كويسة أننا أثناء عملية الميكسينج متاع الأمالجم وإلا أثناء عملية الباكينج متاع الأمالجم في الكافيتي الأمالجم تلوت مع السلايفا وإلا تلوت مع other liquid بيؤدي إلى حدود excessive expansion وإلا excessive contraction. الاكسسيف اكسبانشن يؤدي الى يعني ان الماده يصير لها بروتروجن. بروتروجن يعني تطلع يصير لها بروز. يعني بدل ما ان الامالجم كونفاين تو دي كافيتي يعني الامالجم محطوط ومحدود بالكافيتي اللي نخدمته يصير له بروتروجن يعني يبدا يبرز يطلع عن السطح اللي مفروض هو يكون واقف عنده. فالاوفرهانج وهذا نقول له اوفرهانج بروز يعني بروز زايد. الاوفرهانج هذا ممكن يكون اوكلوزال وممكن يكون جنجيفال. لو ان الاوفرهانج بتاعي اوكلوزال نقول له اوكلوزال اوفرهانج ات مي فراكتشر ريزلتنج ان ديتش فورميشن اند فود اكوموليشن اند فاينالي ريكرنت كارز. يعني المريض في البداية يقولك نحس في روحي نعض على حاجة عالية اللي هو البروز اللي من ناحية الأوكلوزال سيرفيس. بعد فترة وباستمرار عملية الماستيكيشن يصير له فراكتشر يعني يتكسر البروز هذا يتكسر. لما يتكسر يتكون ديتش يعني زي الفراغ. باهي الفراغ هذا يبدأ يتجمع فيه الأكل food accumulation and finally recurrent caries. ولما تتجمع الفضلات ويتجمع السلايفا والبكتيريا يؤدي إلى إعادة تسوس من أول وجديد. لو صار لك الأوفرهانج من ناحية الجنجيفا نقولوا له جنجيفا الأوفرهانج وهذا عادة يصير في كلاس 2 يعني كلاس 2 يعني لما جزء من الأمالجم بيكون في جهة إما ميزيال سيرفيس ولا ديستل سيرفيس مش بس في الأوكلوزال سيرفيس يكون حتى من ناحية الميزيال والديستال سيرفيس. باهي فيبدأ الأمالجم يطلع من الجهة اللي هو مفروض يكون فيها أنه هو مفروض نهايته وحدوده الكافيتي متاعه يبدأ يطلع جهة الجنجيفا. It will result in gingival irritation and inflammation يعني أدي إلى تهيج في الجنجيفا يبدأ زي السطح الأحرش يحك في الجنجيفا فيؤدي إلى التهاب واللي هو تهيج. effect of excessive contraction يعني لو صار لي انكماش وانكماش مش طبيعي يعني انكماش فوق اللازم اكثر من 20 مايكرون it will lead to micro leakage يعني يعني يتكون فراغ ما بين at the interface يعني it will lead to micro leakage at the interface between the amalgam and tooth structure resulting in sensitivity and recurrent caries. يعني لما يصير لك انكماش زايد يؤدي إلى تكون فراغ ما بين سطح السن وحشوة الأمالجم. الفراغ هذا تجمع فيه فضلات الأكل بكتيريا سلايفا ومع الفوقت بيبدأ فيه عندي recurrent caries يعني تسوس من أول وجديد. Explanation of dimensional changes of amalgam during the setting يعني ناني بنشرح توا كيف بتصير لي dimensional changes أثناء عملية السيتنج. أثناء عملية السيتنج شن هو الشرح متاعها يعني شن هو التفسير متاعها. في البداية بكل يصير لك initial contraction occurs in the first 20 minutes as a result of diffusion of the mercury in between the alloy particle and the solution of the particle. في البداية شرحنا لكم أن احنا بمجرد ما يمس الميركوري يدير wetting للبارتيكلز ويدير لها diffusion خلال العشرين دقيقة الأولى من العملية هذه بيصير initial contraction يعني بيصير انكماش مبدئي خلال العشرين دقيقة الأولى اللي هي بيتم فيها wetting of the powder particles بالميركوري وديفيوجن اوف ذا ميركوري ويز ذا بارتيكلز يعني في بداية التفاعل باهي بيصير لي initial contraction بمجرد ما الميركوري يدير لي wetting للبارتيكلز ويدير لها diffusion بيصير لك initial contraction. Then after that بعد هذا then expansion occurs as a result of a crystal growth of gamma 1 phase which impinge against one another producing outward pressure resulting in expansion. For the expansion to occur the mass should have enough plasticity and expansion cease once the mass become rigid.
يعني بعد العشرين دقيقة الأولى وبعد الانيشيال كونتراكشن، بمجرد ما يبدأ في تفاعل ما بين اللي هو الميركوري والسيلفر باش يكون لي الجاما فيس اللي هو ميركوري سيلفر كومباوند، بيبدأ عندي اكسبانشن. علاش؟ لأن الكريستلز أو الكريستلز متاع جاما فيس بتبدأ تتشكل، فتبدأ تتشكل الكريستلز متاع الفيس. وقلنا احنا أن جاما فيس يتكون بشكل سريع، تبدأ تتكون عدة كريستلز وكل واحدة بتبدأ تدفع الثانية، كل واحدة بتبدأ تدفع الثانية وتتكون واحدة جديدة، وهيك يبدأ هيك يصير لك الإكسبانشن، هيك يصير لك التمدد باهي. And for the expansion to occur، وباش الإكسبانشن يستمر لازم الماس متاع الأمالجم تكون بلاستيك، يعني قاعدة رطبة. بمجرد ما تولي ريجد، بمجرد ما الماس بيكم ريجد الإكسبانشن بيوقف، بمجرد ما الماس متاع الأمالجم بتولي صلبة يبدأ توقف عملية الإكسبانشن. Then the dimension become constant after 6 to 8 hours. بعدين الدايمنشنز الأبعاد متاع الأمالجم بتثبت بعد 6 إلى 8 ساعات. علاش تثبت؟ لأن خلاص الماس ولت صلبة، معادش الكريستلز عندها حرية حركة أن هي تتكون وتدفع الثانية ويزيد الإكسبانشن. نعاودوا دن عملية شرح للدايمنشن تشينجز للأمالجم أثناء عملية الستينج. في البداية initial contraction occurs، في البداية في أول 20 دقيقة من عملية من التفاعل ما بين الميركوري والألوي باودرز بيصير لي initial contraction، يعني بيصير لي انكماش مبدئي. شن تفسير الانكماش المبدئي هذا؟ أن الميركوري بيدير لك wetting للبارتيكلز وبيدير لك diffusion للبارتيكلز، فيصغر من الحجم، فيصغر الحجم باهي، يكون في عندي initial contraction. بعدين بمجرد ما يبدأ التفاعل ما بين الميركوري واللي هو الميتل بارتيكلز اللي هي التن والسيلفر، قلنا احنا التفاعل يتم ما بين الميركوري والسيلفر قبل ويعطيني جاما فيس جاما 1. بمجرد ما يبدأ يتكون جاما 1 فيس بيبدأ عندي إكسبانشن. شن تفسير الإكسبانشن هذا؟ لما تتكون الكريستلز اللي تشكل جاما 1 فيس اللي هي سيلفر ميركوري كومباوند، تبدأ تتكون الكريستلز وتزيد في الحجم وتبدأ تدفع في بعضها، يعني تدف في بعضها one another one against each other، يعني كل واحدة تتكون الدف اللي قدامها وكل واحدة تتكون الدف اللي قدامها، هيك يولي لك outside يؤدي إلى outside أو outward pressure، يعني كل واحدة تضغط الثانية خارجيا وهذا يؤدي إلى expansion. For the expansion to occur the mass should have enough plasticity. باش الإكسبانشن يصير ويزيد الماس بتاعت الأمالجم لازم تكون بلاستيك، يعني لازم تكون قاعدة خضراء، احنا بالعامية نقوله خضراء أو رطبة باهي. بمجرد ما الماس تولي ريجد، بمجرد ما تتصلب الماس وتولي ريجد بتاعت الأمالجم، الإكسبانشن بيوقف، الإكسبانشن بيوقف لأنها ما عادش عندها المرونة أن هي تتكون الكريستل وتدفع اللي قدامها وتتكون واحدة تانية وتدفع اللي قدامها، خلاص الماس ولت صلبة باهي، ما عادش في مجال لحركة الكريستلز المتكونة. Then the dimension become constant after 6 to 8 hours، يعني بعد 8 ساعات عادة ما عادش تتغير الأبعاد، ببساطة لأن الأمالجم ماس ريجيد، يعني الأمالجم ماس صلبة ولت. Factor that result in less mercury and favor contraction. يعني العوامل اللي تؤدي إلى تنقيص الميركوري اللي هي يعني يستخدموا أقل ميركوري وتؤدي إلى contraction اللي هو lower mercury to alloy ratio، يعني لما نستخدم نسبة ميركوري قليلة مقارنة بالألوي. وإلا higher condensation pressure. condensation يعني أننا لما بنجي نحط الأمالجم في الكافيتي ندير له condensing، يعني نضغط فيه بأداة خاصة نقولولها condenser، يعني كل ما يكون البرشر أو الضغط متاع الكوندنسيشن كبير كل ما يؤدي إلى أقل أمالجم.
longer trituration time. Trituration اللي هو التخليط، يعني لما نزيد في مدة التخليط أو التايم اللي هو المخصص للتخليط نزيده فوق اللازم. using smaller particle size alloy، أو أننا نستخدم الالوي متاعها تكون البارتيكل سايز متاعها صغيرة. علاش؟ كل ما يكون البارتيكل سايز صغير كل ما it will have high surface area to react with the mercury، بالتالي سطحها بيكون كبير باش تتفاعل مع الميركوري وهيك تستهلك ميركوري أقل. A factor that result in more mercury and favor expansion، يعني العوامل اللي تؤدي أننا نستخدم ميركوري أكتر وتؤدي إلى نسبة حدوث expansion أكتر اللي هي high mercury alloy ratio، يعني أننا نستخدم نسبة ميركوري عالية لمقارنة بالالوي. lower condensation pressure، يعني أننا لما بنحط الأمالغم في الكافيتي ما نستخدمش زي ما نقوله براشر كافي، ما نستخدمش براشر كافي. shorter trituration time، يعني مدة التخليط تكون قصيرة فمنستهلك هكي ميركوري أكتر. using large particle size alloy، يعني لما نستخدم الالوي متاعي تكون البارتيكل سايز متاعها كبيرة، هذه تبي نسبة ميركوري أكتر. إذا نعاود العوامل اللي تؤدي في إلى استخدام ميركوري أقل وتزيد من نسبة حدوث الكونتراكشن. أول حاجة lower mercury to alloy ratio، يعني نستخدم نسبة ميركوري قليلة مقارنة بالالوي. higher condensation pressure، أننا لما بندير condensation يعني بنحط الأمالغم في الكافيتي ندير له condensation. شن معناها كلمة condensation؟ أننا نضغط بأداة معينة، الأداة نقولولها condenser، نقعد نضغط فيه بأداة معينة. الأداة هذه كل ما نزيد قوة الضغط كل ما نستخدم أمالغم أقل، يعني بيكون الميركوري أقل. longer trituration time، يعني الوقت اللي نستخدمه للتخليط بيكون أطول. وإلا using smaller particle size alloy، يعني الالوي متاعي البارتيكلز متاعها تكون صغيرة، فلما يكون سطحها صغير معناها have higher surface area وبالتالي it will react with less mercury. factors resulting in more mercury and favor expansion، يعني العوامل اللي تؤدي اللي أننا نستخدم ميركوري أكتر. higher mercury alloy ratio، يعني أننا استخدمت أنا حطيت ميركوري أكتر مقارنة بالألوي. lower condensation pressure، ما حطيتش ضغط كافي أثناء عملية الكوندنسيشن أو الباكينج of the amalgam. excessive delayed expansion may take place of zinc containing amalgam are contaminated with water or saliva during trituration or condensation. يعني نين بكري قلت لكم أنه هو مفترض ما يصيرناش excessive delayed expansion، لكن أمتى يصير؟ لو أنا نين نستخدم zinc containing amalgam والزنك containing amalgam هذه صار لها contamination مع السلايفا ومع الووتر، يا إما أثناء التخليط يا إما أثناء الكوندنسيشن. إذا excessive delayed expansion may occur if zinc containing amalgam، يعني في حالة تلوث الزنك أوكسيد containing amalgam مع الووتر وإلا السلايفا أثناء عملية الكوندنسيشن أو التراتيوريشن. حنجي على الميكانيكال بروبرتيز. اكسسيف اند عفوا كومبرسيف تنسايل سترينث، امالغام ديفلوب ذير سترينث سلولي، ذاتس واي ذي ار ايزلي فراكتشرد افتر 1 اور. هذا علاش؟ لان السترينث ما تتكونش بسرعه، تاخذ فتره طويله اثناء باش تتكون وتوصل للفاينل سترينث نتاعها. هذا علاش؟ حتى يصير ريجيد خلال الساعة الأولى يتكسر بكل سهولة. They are viscoelastic material. Gamma phase is elastic and gamma 1 and gamma 2 are viscous. They are brittle material. They don't exhibit significant elongation deformation at time of rapid force application. Therefore, sudden application of excessive forces result in amalgam fracture. يعني brittle material. صح هم strong لكن brittle يعني هشات. سهل أنهم هم ينكسروا، ما يتحملوش أن هم يصير عليهم sudden application of excessive forces، عملية الكسر متاعهم تم بسهولة لأنهم brittle material. dental amalgam are stronger in compression but weak in tension، يعني compressive strength متاعهم كويسة لكن tensile strength متاعهم or shear strength متاعهم ضعيفة. إذا compressive and tensile strength they develop their
strength slowly. That's why they can be easily fractured after 1 hour. يعني strength متاعهم تتشكل لكن تاخد فترة باش توصل للفاينل يعني الفاينل measurement متاعها. يعني خلال الساعة الأولى يتكسر بكل سهولة. هذا علاش لما نحط حشوة أمالجم للمريض نقولوا له ما تمضغش عليها 24 ساعة. بعد 24 ساعة تقدر تاكل عليها. علاش؟ لأن بعد 24 ساعة strength متاعها كونت، لكن خلال الساعة الأولى والثانية والثالثة قاعد ضعيف. They are viscoelastic material. Gamma 1 is elastic and gamma face is elastic. Gamma 1 and 2 are viscous. They are brittle material. صح strong لكن brittle يعني هشات. يعني the application of excessive sudden forces will result in fracture. يعني أنه هو لو أنا حطيت له sudden forces بيتكسروا بسهولة. Dental amalgam is strong in compression, يعني compressive strength بتاعتها كويسة. With tensile strength and the shear strength are weak. Transfers strength, because amalgam is brittle, they can only withstand little deformation during transfer strength, اللي هي أثناء transfer strength, they show little deformation. Modulus of elasticity, high copper alloy are stiffer than the low copper alloy. يعني من ناحية modulus of elasticity, high copper stiffer than the low copper. Creep, it is the permanent deformation under static load where the where continuously applied compressive forces is below or less than yield strength of the amalgam. It's time dependent plastic deformation after complete setting of the material. Creep يعني اللي هو يتكون نتيجة its permanent deformation under static load. يعني اللود متاعي ثابت لكن مستمر. صح اللود او الفورسز اقل من اليلد سترينث بتاعت الامالجم لكن لانها مستمره باوفر تايم بتؤدي الى ديفورمتي بتؤدي الى تشوه في سطح الامالجم. يعني سطح الامالجم بيتغير وهو هذا اللي نقوله له كريب. It's time dependent plastic deformation يعني عبارة على تشوه ويعتمد على الوقت يعني يبي وقت طويل باش يتكون. After complete setting of the material يعني نيل أمالجم في الأول حطيته هل تتوقع أنه هو بعد 10 سنين بيكون نفس الشكل؟ لا بيتغير. بيتغير علاش؟ لأن في continuous stress أو continuous forces. صح الفورسز هذه أقل من اليلد سترينث بتاعت الأمالجم لكن لأنها مستمرة وover time وover long period of time بتأدي إلى تشوه أو deformity في السطح بتاع الأمالجم. الديفورمتي هذا هو اللي نقوله عليه creep. إذا transfer strength بتاعت الأمالجم. الأمالجم is brittle. That's why لأن الأمالجم brittle that's why it can only withstand little deformation during the transfer strength. Modulus of elasticity. High copper alloy are stiffer than the low copper alloy. ممكن هذه تجي في صحة وخطأ. Creep لازم نعرف شن هو. It's time dependent plastic deformation after complete setting of the amalgam. يعني بعد الأمالجم ما صار له complete setting بيصير فيه تشوه. التشوه هذا مش حيصير خلال اليوم الأول ولا الشهر الأول ولا السنة الأولى. يبي long period of time. نتيجة شن التشوه هذا اللي يصير له؟ نتيجة application of continuous forces. يعني أن في قوة بتنحط عليه الأمالجم باستمرار. صح القوة هذه أقل من yield strength بتاعت الأمالجم لكن لأنها مستمرة over long period of time بتأدي إلى التشوه وهذا نقوله عليه كريب. يعني أنت لما بتحط أمالجم اليوم مش حتلقاه نفس الشكل بعد 10 و20 سنة. حتلقى فيه تشوه صاير في السطح وهو هذا اللي نقوله عليه الكريب. Effect of excessive creep. لو صار لك creep beyond the normal يعني لو صار لك creep والcreep هذا كان excessive يعني شديد هلبة بشين يؤدي لأكلوزال overhang that result in ditch formation. بكري شرحنا شن هو الأكلوزال overhang وgingival overhang that result in gingival inflammation. Increased marginal corrosion يؤدي حتى إلى الكروجن متاع المارجنز of the restoration resulting in ditching. Ditch يعني أنه هو بيتكسر يعني جزء من الأمالجم بيتكسر.
flattening of the contact point and less proper of contour. يعني الكونتور متاع الأمالغم أو الفاينل شيب متاع الأمالغم بيبدأ يتغير والسطح متاعها بيبدأ وكأنه مسطح. بهي يعني الأناتوميكال الفيتشرز اللي حطيناها في الأول، يعني إحنا لما بنحط الأمالغم بنديروا له كارفينج، بنخلوا شكله وعلى الأقل قريب من شكل السنة. نحن بنحطه فيه كسبات، نحاولوا نرسمه فيه كسبات وفيشرز وجروفز. بعد مد الكريب يؤدي أن هو السطح هذا بيبدأ أملس ومسطح. نعود أن الإفكت of the excessive creep أن هو بيؤدي لأوكلوزال أوفرهانج، ويؤدي إلى جنجيفال أوفرهانج وإنكريست مارجينال كروجن، يعني يؤدي إلى كروجن يعني صدى في المارجنز ما بين السن وما بين الحشوة، وفلاتنينج of the contact points and loss of the proper contour، يعني الكونتور متاع الأمالغم الشيب متاع الأمالغم بي بي بيمتسح ويبدأ وكأن سطحه فلات. حنجي على الكروجن. الكروجن دنت الأمالغم is composed of three faces اللي هو most corrodible face is gamma 2 بعده gamma 1 أو gamma 1 أو gamma face اللي هو strongest و least corrodible thus gamma 2 free high copper amalgam are more resistant to corrosion than the low copper type. يعني احنا قلنا ان الأمالغم يتكون من three faces جاما وجاما 1 وجاما 2 most corrodible face اللي هي جاما 2 بعدين جاما 1. بالتالي أنا لما بنجي نختار أمالغم بنستخدمه مفترض نختار اللي هي جاما 2 free high copper أمالغم، لأن في النوع هذا مش هيتكون لي جاما 2 ومش هيصير لي فيه كروجن. Every effort should be done to minimize tarnish and corrosion. قدر الإمكان لازم أنا ننقص التارنش والكروجن في الدنت الأمالغم، لأن لما يصير لي تارنش وكروجن يعني صدى المادة بتضعف. بواسطة شني؟ أول حاجة use gamma 2 free high copper alloy. Use low mercury alloy ratio. يعني استخدم نوع الجاما 2 فري أمالغم بهي، واستخدم low mercury alloy ratio يعني قلل الميركوري قدر الإمكان، استخدم بس المقدار اللي هو بيخلط لك الألوي بهي، أقل حاجة من الميركوري. Use gamma 2 free high copper alloy هذه كررناها. Finishing and polishing of the amalgam restoration يعني بعد ما نحط الأمالغم ندير له finishing و polishing. بعد ما نحط الأمالغم نبدأ ندير له polishing يعني نعم السطح نتاعها ونسويه، ما نخليش شي أحرش لأن كان خليته أحرش بيصير له كروجن. نعاودو الكروجن دنت الأمالغم يتكون من 3 faces gamma, gamma 1 و gamma 2 most corrodible face gamma 2 بعدها gamma 1. لهذا السبب أنا لما بنجي نختار use gamma 2 free high copper amalgam which are more resistant to tarnish corrosion، لأن gamma 2 اللي هو most corrodible face مش هيتكون فيها. Every effort should be done to minimize tarnish corrosion. قدر الإمكان نقص من التارنش والكروجن. بواسطة شني؟ use gamma 2 free high amalgam alloy. Use low mercury alloy ratio وfinishing and polishing of the amalgam restoration. هنجي على thermal properties. Thermal properties dental amalgam has high thermal conductivity يعني موصل للحرارة طبيعي، عبارة على معادن سبيكة معدنية معناها بتكون موصلة للحرارة، بالتالي lead to thermal shock، بالتالي يؤدي إلى thermal shock. لهذا السبب for this reason it's very important to use insulating cement for bubble protection. لهذا السبب لما نستخدم أمالغم لازم نستخدم تحته base cement باش يخدم لي كعازل يحمي العصب من thermal shock. Coefficient of thermal expansion بتاع dental amalgam higher than the tooth structure. However, the difference is not that significant. يعني معامل التمدد الحراري بتاع الأمالغم أكثر من معامل التمدد الحراري بتاع السن، لكن الفرق مش كبير هلبة، يعني مش فرق مؤثر. نعاوده. Thermal properties. Dental amalgam has higher thermal conductivity that lead to thermal shock. معناها الأمالغم لأنه عبارة على سبيكة معدنية بيكون موصل للحرارة، بالتالي يؤدي إلى ثيرمال شوك للبلب، يعني يصدم يعني يدير تهيج للبلب. لهذا السبب for this reason it's very important to use insulating cement يعني طبقة عازلة من السمنت باش نحمي البلب من الثيرمال شوك. Coefficient of thermal expansion of amalgam is higher than tooth structure. However, it's not that significant. يعني معامل التمدد الحراري بتاع الدنت الأمالغم أعلى من السن، بالتالي
ومع هذا الفرق مش كبير هلبة، يعني مش مؤثر كلينيكيا. وهيك يا دكاترة وصلنا لنهاية المحاضرة، في المحاضرة الأولى متاعت الدنتل أمالجم. المحاضرة الجاية اللي هي المحاضرة الخامسة بعد الامتحان النصفي بنعطي الجزئية الثانية من الدنتل أمالجم، وبالتوفيق.